بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة مشاهدينا الأحبة. مساؤكم وطن يزدان بجمال هذا الوطن وتنوع مفرداته في مختلف مواقع العمل والبناء. تحية لكل من لا تسفو عينه لخدمة عمان أينما كان موقع عمله وبناءه، وحياكم معنا مشاهدينا مع هذه الإطلالة المتجددة من برنامج من عمان. نسعد جدا بطيب تواصلكم ومتابعتكم. مساكم الله بالخير جميعا مشاهدينا، ومساء الخير عايدة. مساء الخير راشد، ومساء الخير مشاهدينا أينما كنتم تتابعون حلقة الليلة من برنامج من عمان. ومساء هذا الوطن الذي يزداد شوقا ولهفة وترقبا لعودة نبضه وحكمته وأمانه ووالده وقائده مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. اللهم آمين. مساءكم خير مشاهدينا الأحبة، ومع انطلاقة البرنامج بملء السماء نشكر كل من يتفاعل معنا، يتواصل معنا عبر الهاشتاج الخاص ببرنامج من عمان. ومع هذه الإطلالة نقول اللهم إنا نسألك بعين رعايتك وعنايتك أن تكلأ مولانا المعظم بعين رعايتك وعنايتك، وأن تكتب له تمام الصحة وكمال العافية، لأن كل شيء على هذه الأرض الطيبة ينبض شوقا لعودته سالما معافا بإذن الله بيننا، لتنير من جديد شمس عمان وليكون ألقها بوجوده بيننا سالما غانما. فكل فرد في هذا الشعب الطيب المبارك يعيش في غربة وهو في وطنه. نعم راشد، والشيء الملفت راشد والجميل جدا واللي الأكيد الجميع متابع، اللي نقدر نقول ونسميه ثورة من المشاعر الجياشة اللي تفجرت من أبناء هذا الوطن، كبيرهم وصغيرهم، نسائهم وذكورهم وشيوخهم وشبابهم، الجميع هذه الفترة عبر عن مدى شوقه لوالده حضرة صاحب الجلالة. ليس فقط العمانيون هم من عبروا عن هذا الشوق، عن هذا الحب الكبير الذي يكنه الجميع لهذا القائد الوالد الباني رجل السلام، ولكن أيضا أشقائنا الخليجيين وأيضا أشقائنا العرب وكل من عرف هذا الإنسان الحكيم. بالضبط، هذا ليس غريبا على جلالتي، لأنه رجل السلام، لأنه نشر رسالة السلام من عمان إلى العالم أجمع. نحن انتقينا مجموعة من التغريدات التي حاكت بمشاعرها الأقلام، وغردت مجموعة من التغريدات للترقب والشوق لعودة جلالة السلطان المعظم. نستعرض مجموعة من هذه التغريدات. التغريدة الأولى للبنى الكندي: هذا الشارع يشتاق لموكبك، هذا البحر يسأل عنك، بماذا نجيب؟ بماذا نجيب؟ جميل جدا. هذه التغريدة كانت للبنى الكندي، وأيضا في تويتر أرفقت معها صورة لأحد الشوارع اللي شهدت مرور الموكب السامي مرات ومرات، الله يرجعه بالسلامة. نجيب إن شاء الله حسبنا أن يكون هذا اللقاء قريب بإذن الله. بإذن الله. تغريدة أخرى ليوسف البلوشي: عد سالما لتنير سماءنا، فأنت الشمس إذا بدت انقشع الظلام. الله الله، يعني ما غريبة يوسف. نعم. يعني إعلامي، وهذه الكلمات يعني تنساق بين الألسن من إعلاميين، والكل في هذه الفترة يتحول إلى شاعر تفيض مشاعره شوقا ونبضا لعمان وقائدها. وتغريدة ثالثة أيضا. نعم. نتابعها: عد سالما أيها الأب الحنون قابوس، دائما يدعو لشعبه ولعمان بالخير والصحة بجميع خطاباته والتغريدة ليونس. نعم، واليوم أكيد جميع أبناءه وشعبه الوفي يدعو لمولانا حفظه الله، اللهم بقدر ما أحببناه ألبسه ثياب العافية والصحة وأرجعه إلينا سالما معافى بإذن الله. اللهم آمين يا رب. إذن مشاهدينا، كانت هذه الإطلالة المسائية الأولى لبرنامج من عمان تحمل اسم الوطن واسم قائد هذا الوطن وتاج هذا الوطن مولانا المعظم. كالمعتاد أيضا في مجلتنا المسائية اليومية حضرنا لكم مجموعة من المتابعات، إضافة إلى مجموعة الفقرات اللي يقدمها مجموعة زملائنا، مجموعة متنوعة من الفقرات، وأيضا هذه الفعاليات اللي نغطيها بشكل يومي. نكون عيونكم اللي تشاهدون بها جمال عمان وهذا الحراك في مختلف الأصعدة والمجالات. ما شاء الله هذه الفترة يعني أنشطة وحراك. ما شاء الله. نعم. مؤتمرات. نعم. وندوات أيضا. نعم، خاصة يعني من بعد هذه الفترة من بداية شهر 10 ما شاء الله الفعاليات كثيرة. نتمنى إن شاء الله نغطي جميع هذه المناشط
الفعاليات في حلقة اليوم. خلينا نبدأ بفقراتنا الثابتة والفقرات الجديدة اللي أعلننا فيها في حلقتنا التعريفية اليوم الثلاثاء. إن شاء الله راح تكون معاكم فقرة تكنولوجيا مع الزميل عبد الله البحراني وآخر جديد التكنولوجيا اللي راح يستعرضه من خلال هذه الفقرة بالتأكيد. بالضبط. أما لمحبي عالم التراث العماني الأصيل والموروث العماني بعراقته وأصالته، الزميل سالم سلطان السعدي اليوم حضر لنا وقفة تراثية مع مجموعة الفنون مع التغني بتراث عمان الحلو. الحين يعني سالم يعني من خلال هذا النشاط اللي اشتغل عليه والبرامج حتى ربط الشباب والأطفال يعني بالتراث. اليوم نشوف أطفال ما شاء الله يغردون بشكل يعني مستمر وأحسن حتى يمكن الشياب. وهذا الشيء الجميل أيضا في سالم وأيضا في البرامج المختلفة اللي يقدمها من خلال هذه الفقرة. أيضا أن تعرف أولا فقرة الصحف مع الزميل سالم الرحبي، أكيد محضر لنا مجموعة من العناوين وأيضا المقالات اللي راح تنشرها صحفنا المحلية يوم الغد. إضافة إلى ذلك مشاهدينا راح نغطي مجموعة الفعاليات اللي شهدتها أرض عمان الخير. راح نقترب من الندوة الخليجية الخاصة بالتربية الخاصة، كيف آفاق العمل لإعداد معلمين كفو في موضوع التربية الخاصة، إضافة إلى حديثنا عن موضوع أيضا اقتصادي أصبح حديث الجميع. يعني صحيح. في الفترة الأخيرة أصبح الكل اقتصادي. نعم. اللي له واللي ما له في المجال الاقتصادي يتكلم عن موضوع انخفاض أسعار النفط وأثره حتى على الحركة الاقتصادية بمختلف مفرداتها. بالضبط. إن شاء الله راح تكون معنا وقفة مع ضيوفنا حول هذا الموضوع، راح نتعرف على أبرز الجوانب الاقتصادية المتأثرة بانخفاض أسعار النفط وأثر ذلك أيضا على التنمية وأيضا على صندوق الاحتياطي للدولة. كاميرا برنامج من عمان أيضا راح تكون اليوم موجودة في المركز العماني الفرنسي مع معرض الفن التشكيلي أنا وأنت عمانيات، للاقتراب أكثر من هذا المعرض 19 لوحة للفنانة فخرية الدكتورة فخرية اليحيائية مع الزميل طبعا حفيظ جعبوب. يعني هذا المفروض أنا وأنت عمانيات كان يعني كان أيوة لو أعطيت أنا وأنت عمانيات. طبعا هذا المعرض الجميل وأكيد اللي يأتي متزامنا مع احتفالات السلطنة بيوم المرأة العمانية وتكريم هذه المرأة بهذا اليوم وأكيد هي تستاهل. بالضبط. نعم. مشاهدينا نذكركم سعيدين جدا 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 بتفاعلكم تواصلكم عبر الهاشتاج الخاص ببرنامج من عمان. كل تفاعلكم كل تواصلكم الطيب أنا لاحظتك أيضا أنت بعد غردتي وكتبتي تغريدات حلوة وتفاعل طيب وجميل من شينات حلوة أيضا لسعيد موسى المخرج. نعم. أكيد وبقية الشباب أيضا. هذا اندلف أنما يدل على أن الحمد لله الإقبال الكبير من جمهورنا على الإطلالة الجديدة لبرنامجنا وتفاعلهم مع الفقرات المقدمة واللي اخترناها لهم. وأكيد راشد هذا يحملنا مسؤولية فعلا جدا كبيرة تجاههم تجاه جمهورنا العزيز أن دائما نقدم لهم الأفضل ونحرص على نيل ثقتهم ورضاهم دائما. إذن مشاهدينا نتمنى بإذن الله أن تنال كل هذه المتابعة طيب متابعتكم تقضوا برفقتنا مشوار طيب من المتعة والفائدة على مدى ساعة ونصف ومباشرة بمجرد افتتاحنا للحلقة نرحب بتغريداتكم راح نقرأها ونستعرضها في حلقة اليوم بعد الفاصل إن شاء الله موضوع أول في برنامج من عمان. حياكم الله. مثل ما أحبك تحبيني
حتى لو ما لبسك انت كساكنة فيه. يا أول أرض بانت في عيون الشمس وآخر أرض عانقها شموخ الأمس. يا أول أرض بانت في عيون الشمس وآخر أرض عانقها شموخ. صحاري اللي رمالي كثر آمالي وحبك يا الجبال الساكنة هذا الفضاء العالي. أحبك يا صحاري اللي رمالي كثر آمالي وحبك يا الجبال الساكنة هذا الفضاء. أحبك لو خذيت النور من عيني أحبك وأحبك لو طلبت باقي سنيني أحبك. أحبك لو خذيت النور من عيني أحبك وأحبك لو طلبت باقي سنيني أحبك. حياكم الله مشاهدينا في حلقتنا الثالثة بالإطلالة الجديدة من برنامج من عمان. في اليوم إن شاء الله راح يكون لنا وقفات جديدة وأيضا فقرات جديدة راح تتعرفون عليها وتقتربون منها أكثر. نسعد بتقديمها لكم ونسعد بمشاركتكم لنا بالتفاعل معها من خلال هاشتاج من عمان. إذن مشاهدينا جدا سعيدين بطيب تواصلكم بطيب متابعتكم وتغريداتكم الطيبة والجميلة على الهاشتاج الخاص ببرنامج من عمان. ومباشرة إلى موضوعنا الأول بعد ندوة التعليم في سلطنة عمان الطريق إلى المستقبل. هناك ندوة أيضا تقام هذه الأيام لإعداد المعلمين في مجالات التربية الخاصة لتسليط الضوء على الطلبة من ذوي الإعاقة حتى تسلط عليهم هذه الموضوعات، إعداد المناهج، إعداد المعلم حتى يكون مهيئ، مناقشة الوضع الحالي أيضا في موضوع الاعتناء بالمعلمين في مجال التربية الخاصة. راح نقترب أكثر من هذا الموضوع من خلال وجود ضيوفنا الأعزاء اللي نرحب فيهم باسمكم جميعا. نرحب بداية بالدكتور محمد بن خلفان الشيدي وهو مدير عام البرامج التعليمية بوزارة التربية والتعليم. مساك الله بالخير دكتور، سعيد جدا بوجودك معنا وأيضا نبارك لكم هذه الندوة. شكرا. وجمالها وأيضا محاورها المختلفة. شكرا جزيلا.
الله يسلمك. وأيضا نرحب بالدكتور محمود محمد إمام، أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وكان أحد أيضا أصحاب أوراق العمل المهمة جدا حول تقييم تأهيل وتدريب المعلمين في التربية الخاصة على مستوى الوطن العربي، وقدمها خلال هذه الندوة، ندوة المبادرة الخليجية للنهوض ببرامج التربية الخاصة. مساك الله بالخير معنا دكتور، منورين، حياكم الله. سعيد جدا بوجودكم معنا. ونبدا معك دكتور محمد، يعني اهميه هذه الندوه خاصه في هذا التوقيت بعد انتهاء ندوه التعليم في سلطنه عمان، اهميه هذه الندوه ماذا ستقدم الى رصيد وزاره التربيه والتعليم للاعتناء بهذه الفئه؟ بدايه نشكركم على متابعتكم لفعاليات هذه الندوه، ونبارك لكم الاطلاله الجديده ايضا للبرنامج، ومزيد من التقدم لهذا البرنامج ان شاء الله. فيما يتعلق بهذه الندوة، هي فعلا تأتي في إطار سلسلة من الندوات تقيمها وزارة التربية والتعليم، بغية يعني الوقوف على واقع التعليم في الوقت الراهن، ويعني إعداد انطلاقة جديدة لآفاق جديدة لمسيرة التعليم في السلطنة. طبعا تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وبرنامج التربية الخاصة هو يعني يعتبر نوع من التعليم الخاص والنوعي، ويقدم لفئة خاصة ونوعية من الطلاب. نعم، هم ذوي الاحتياجات الخاصة بالضبط. وهؤلاء لهم احتياجاتهم، ويحتاج لهم برامج أيضا تصمم خصيصا لهم. صحيح. وهنا يحتاج يعني تضافر جهود أكثر من مؤسسة. صحيح. على مستوى الدولة الواحدة، ووزارة التربية والتعليم تعد في طليعة هذه المؤسسات التي تعنى بهذه الشريحة من أبناء المجتمع. الندوة هذه تتوسع أكثر لتسبر أغوار تعاون أوسع مع محيطنا الإقليمي على مستوى دول مجلس التعاون، ولذلك هذه الندوة يعني حملت شعار وعنوان المبادرة الخليجية للنهوض ببرامج التربية الخاصة. نعم. وتهدف إلى توسيع آفاق التعاون والشراكة بين هذه الدول. جميل. دكتور، يعني هذه الندوات التي تقام يعني ويعني يحضر لها محاضرون من خارج السلطنة ويراد منها نتائج كبيرة، إلى أي درجة تحرصوا على وجود المعنيين، المعلمين من ذوي المعلمين المعنيين بموضوعات التربية الخاصة يكونوا موجودين، مدراء المدارس المعنيين بهذا المجال أيضا، صناع القرار، معدين المناهج أيضا؟ الندوة يعني شهدت تنوع في حضورها. الفئات اللي تفضلت بذكرها بالفعل مثلوا بأعداد يعني طبعا تتناسب مع حضورهم في العملية التعليمية. ممتاز. بل حتى الطلاب، بل بعض يعني أولياء الأمور حضروا وعرضوا بعض يعني خلينا نقول تجاربهم. صحيح. مع أبنائهم الذين يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة. ممتاز. وهذا أيضا أثرى النقاشات التي أقيمت يعني ضمن فعاليات هذه الندوة، لأن إلى جانب أوراق العمل 13 التي قدمت في الندوة، هناك أيضا كانت الورش التدريبية. ممتاز. وحلقات النقاش. جميل. وهنا يعني أشرك الجميع استفادة. من حضر هذه الندوة أدلوا برأيهم ومداخلاتهم ورؤاهم وتطلعاتهم من البرامج التي يمكن أن تكون يعني في المستقبل. نعم، جميل. دكتور محمود، كونك أنت موجود في السلطنة ومطلع على وضع التربية الخاصة في السلطنة والبرامج المقدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا المعاقين في السلطنة، وأيضا من خلال عملك محاضر وأيضا اشتغالك على دراسة لدراسة وضع تأهيل وأيضا تدريب المعلمين فيما يخص التربية الخاصة، حابين نعرف عن مدى التقاطع، خلينا نقول في التحديات، الأمور المتشابهة اللي تشبه فيها دولنا بعضها البعض، سواء في السلطنة، دول مجلس التعاون، وأيضا الدول العربية بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الأول بحب أشكركم على الاستضافة الجميلة دي، وبحب أيضا يعني أثني على الجهود الحقيقة اللي قامت بها الوزارة. بأشكر معالي الوزيرة الدكتورة مديحة لرعايتها الحقيقة للفعالية اللي هي مبادرة النهوض ببرامج التربية الخاصة. وعايز أنوه إن إحنا الحقيقة يعني الفكرة دي بدأت من سنتين، وأنا شرفت إني الوزارة يعني جعلتني جزء من هذه الفكرة، وبأشكر جدا الحقيقة السيدة الدكتورة شريفة الخبيرة بوزارة التربية والتعليم الدكتورة شريفة آل سعيد. الحقيقة يعني نواة هذه الفعالية بدأت من سنتين. لا. في على هامش المؤتمر العالمي للمجلس العالمي للأطفال الاستثنائيين. نعم. وكان الحقيقة بيتجمع من
من كل أنحاء العالم، وكان في مناقشة لوضع التربية الخاصة في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج على وجه الخصوص. نعم. على مدار السنتين بدأنا نفكر احنا عاوزين حاجة مختلفة، عاوزين مش حاجة مكررة، مش مؤتمر ان احنا ندعي للناس وتقدم أوراق وخلاص. فكان العكس، ان احنا اتجهنا ان احنا ندور على الأسماء الكبيرة في المجال ونجيب عدد من الأوراق من الخبراء عشان يقدموا لنا مش مجرد أوراق علمية معلوماتية، لا، أوراق علمية نقدية للوضع التربية الخاصة في الخليج العربي. اخترنا 4 موضوعات عشان نتصدى ليها. موضوع الدمج الشامل أو التعليم الجامع، موضوع التقييم والخدمات التشخيصية، موضوع التكنولوجيا المعينة اللي احنا فعلا الحقيقة المنطقة بتاعتنا يعني محتاجة تركيز أكتر على التكنولوجيا المعينة أو المعروفة بالأسيستيف تكنولوجي، والموضوع الرابع اللي هو برامج إعداد معلم التربية الخاصة. جميل. الحقيقة أنا يمكن أشرف أن أنا ليا رابع سنة الحقيقة في السلطنة، يعني في جامعة سلطان قابوس في تخصص التربية الخاصة. ما زال تخصص التربية الخاصة في جامعة سلطان قابوس محتاج تركيز. فالحقيقة في موضوع برامج إعداد معلم التربية الخاصة قدمنا 3 أوراق ناقشت يعني 3 موضوعات. الموضوع الأول، هل برامج إعداد معلم التربية الخاصة تتماشى والمعايير العالمية الموضوعة من قبل المجلس العالمي للاستثنائيين؟ بمعنى يعني هل خريج معلم التربية الخاصة بتاعنا تتوافر فيه المعايير العالمية، أم محتاجين أن احنا نعيد الحقيقة يعني مراجعة برامجنا؟ إيش رأيك نجيب على هذا السؤال دكتور؟ إن السؤال مهم من خلال التقرير القادم. طبعا. نحن محضرين تقرير راح نتابع هذا التقرير مع زميلنا أحمد الدرمكي اللي يتناقش مع الموضوعات المتعلقة بالتربية الخاصة. نتابع هذا التقرير بعدها راجعي لك وبقية السؤالين دكتور. إنهم طلبة التربية الفكرية، في يوم دراسي جديد يتلقون علومهم ومهاراتهم للتكيف مع أكثر الإعاقات صعوبة بأنواعها، الحركية، الحسية، الذهنية والعقلية. وفي مدرسة الأمل هذه يشارك الطلبة الصم أقرانهم بإثبات الذات وصقل القدرات على مقاعد الدراسة هنا. دراسة تعتريها الكثير من التحديات، لذلك كانت الحاجة إلى ندوة المبادرات الخليجية للنهوض ببرامج التربية الخاصة. بالنسبة لتجربتي في المدارس في معهد عمر بن الخطاب، اكتسبت بصراحة تجربة كبيرة جدا جدا، حيث أنني استطعت أن أتعامل مع الكفيف، لأنني أولا عايشت هذه التجربة ولأنني من هذه الفئة، ثانيا استطعت أن أتحمل الصبر واستخدم طرق واستراتيجيات كبيرة في توصيل المعلومة للطالب الكفيف. البروفيسورة إيمان جاد تسترجع بالذاكرة هنا تجربتها في تخريج أول طالب معاق بدرجة الدكتوراه من كلية التربية. الإحصائيات الدولية بتقول أن كل درهم أو دولار أو جنيه أو أي عملة تصرفها وتستثمر في تمكين والتدخل المبكر في الأطفال ذوي الإعاقة توفر 7 دراهم أو دولارات أو العملة ديت في المستقبل. بمعنى أن أنت بتحول حاجتين، أول شيء أن أنت بتحول الشخص ده من طاقة سلبية إلى طاقة إيجابية وفعالة في المجتمع، وتاني شيء أن بتجنبه أن يكون عالة على أهل وذويه. 4 محاور في 13 ورقة عمل تقدمها خبرات عربية وأجنبية في هذه الندوة، تبحث في موضوعات التعليم الشامل وأدوات التقويم في التربية الخاصة إلى جانب التكنولوجيا المعينة وإعداد المعلم، وصولا لتوصيات يتطلع المشاركون أن تجد طريقها لحيز التنفيذ عاجلا غير آجل. أحمد بن مبارك الدرمكي، خاص لبرنامج من عمان. إذن بعد ما شفنا هذا التقرير مشاهدينا، نرحب مرة أخرى بضيوفنا المتواجدين حول ذات الموضوع، المبادرة الخليجية للنهوض ببرامج التربية الخاصة. وكان الحديث معك دكتور محمود، يمكن أنت ركزت و
من خلال حديثك إذا صح القول أن هذه هي أبرز التحديات التي تواجه التربية الخاصة، يمكن ليس فقط في السلطنة ولكن أيضا على مستوى الشرق الأوسط. صحيح. نعم. الحقيقة يعني من الحاجات اللي دفعتنا لهذه المبادرة، وأنا بشكر الحقيقة يعني وزارة التربية والتعليم فعلا أن هي تتصدى لهذه المبادرة كنواة للتعاون والشراكة خليجية مستقبلية، أن لقينا الجهود مبعثرة يعني في كل محور من المحاور التربية الخاصة الجهود مبعثرة، في عمل جيد بيتم في كل قطر من أقطار الخليج، ولكن يعني محتاجين أن احنا نجمع هذه الجهود تحت مبادرة واحدة تحت راية واحدة توفيرا للجهد وتوفيرا للنفقات. جميل. يمكن من الحاجات اللي عجبتني جدا أنا يعني شخصيا كأكاديمي إزاي أن المبادرة دي أكدت على موضوع الشراكة وعلى موضوع التعاون بين دول الخليج في المحاور الأربعة وفيما يستجد من محاور. كان شيء جميل جدا أن سعادة الدكتور حمود الحياة وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن هو بنفسه يحضر مؤتمر المجلس العام للاستثنائيين، وهو مؤتمر يعني سعادة الدكتور حمود يعني مش متخصص في التربية الخاصة ولكن ده يعكس اهتمامه بمجال التربية الخاصة في عمان. الحاجة اللي ركزت عليها يمكن التوصيات موضوع التكنولوجيا المعينة. نعم. ما زلنا صحيح. حتى الآن محتاجين الحقيقة في منطقة الخليج والعالم العربي ناس متخصصين في التكنولوجيا المعينة اللي بتعين على تعليم الأطفال اللي هم ذوي الإعاقات داخل حجرات الدراسة. نعم. طيب دكتور، بالنسبة لموضوع دمج الطلبة من طلبة التربية الخاصة في مدارسنا الحكومية، وأتوقع أنها تجربة حديثة يعني أسوة من تجارب بقية الدول في الوطن العربي اللي سبقونا في هذا المجال، كيف تقيم التجربة في وزارة التربية والتعليم؟ فيما يتعلق بهذا النوع من الدمج يعني لازال هناك في أكثر من يعني نحو وشكل من أشكال الدمج، يعني حقيقة نجد هناك في تفاوت بين دولة وأخرى حتى عند استعراضنا للتجارب اللي قائمة في دول مجلس التعاون. يمكن الشكل اللي احنا انتهكناه حتى الآن هو يعني شكل لا زال لا يرقى إلى معايير الدمج الشامل. المنادى والتوجه هو أن يكون هناك دمج شامل لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني يكونوا في بيئة مدرسية عادية بين أقرانهم من الطلاب العاديين في الغرفة الصفية العادية، مع توفير دعم يعني التعليمي التدريسي اللازم لهم عن طريق يعني معلم إلى جانب مع معلم مساعد. ما وصلنا بعد لهذه المرحلة، ولكن التوجه والنية أن نستكمل بقية يعني مكونات هذا النظام، ويمكن التطوير الشامل القادم لهذا النوع من التعليم سيشهد توجه بأن تتبنى الوزارة يعني شكل متقدم في برنامج الدمج الشامل. أيضا فيما يخص هذه النقطة دكتور، يعني يمكن من خلال الرجوع للواقع واقع التربية الخاصة في السلطنة، يمكن عدم وجود أيضا مركز متخصص في تشخيص هذه الحالات بشكل اختبارات تخصصية محددة، وأيضا وجود فريق مختص ومدرب ل يعني إجراء هذه الاختبارات التشخيصية، يمكن يعني هذه من التحديات أيضا اللي تواجه أو اللي تقف أمام تطوير التربية الخاصة في السلطنة. بالفعل يعني حتى الأدوات التشخيصية ذاتها كالاختبارات التشخيصية لا زالت غير متوفرة، وهي المكيفة على واقع البيئة العمانية أصلا. نعم. هذه غير موجودة، وكذلك الذين يقومون بالتشخيص أنفسهم. بالمجمل يعني هذا النوع من التعليم تنقصها أركان الأساسية يعني فيما يتعلق بالكوادر البشرية التي تعمل فيه، بدءا من المعلم و يمكن يعني مرورا ببقية المختصين الفنيين فيما يتعلق مثلا بالتشخيص على سبيل المثال، وكذلك مثل ما فضل الدكتور يتعلق بالوسائل الداعمة التي لو توفرت يعني هذا سيعزز من جودة التعليم الذي يقدم لهذه الفئة من الطلاب. لهذا يعني هناك الآن توجد في دول مجلس التعاون عدة تجارب بعضها متقدمة حقيقة ويحتاج الاستفادة منها. حلو. ولذلك هذه المبادرة من شأنها إن شاء الله في المستقبل إذا ما وجدت المتابعة الكافية تبادل الخبرات أنها تختصر حتى الوقت والجهد. نعم. اللي يعني نحتاجه لربما شوية ردم الفجوة اللي موجودة الآن في بعض مكونات هذا البرنامج. جميل. هو الشيء الجميل أن هذا العمل مؤسسي على مستوى منطقة الخليج العربي، تؤسس لوضع استراتيجيات واضحة في هذا المجال. طيب دكتور محمود، ماذا
ماذا بالنسبه فيما يتعلق بالنسبه لاعداد المعلم؟ اعداد المعلم المؤهل للتعامل مع ذوي التربيه الخاصه في ذوي الاحتياجات الخاصه، وخاصه في موضوع القراءه لانها من المهارات الاساسيه في هذا الموضوع. صحيح. الحقيقه زي ما قلت لحضرتك برامج اعداد المعلم كانت محور من المحاور. انا هبدا بجامعه سلطان قابوس كتجربه، وخصوصا ان انا يعني باثني على الجهود الحقيقه اللي قايمه بها كليه التربيه من حيث ان هي اتجاهها للاعتماد الدولي لبرامجها، وده شيء فعلا يشرف به كل عماني وكل عمانية على أرض هذا الوطن. إحنا بدأنا الاعتماد الدولي لبرامجنا تقريبا من 3 سنين ومستمرين الحقيقة في عملية الاعتماد. فكان من ضمن الحاجات اللي إحنا قابلناها، طيب عندنا 3 برامج للتربية الخاصة، كان دبلوم متوسط في التربية الخاصة، دبلوم عالي في صعوبات التعلم، ودرجة الماجستير في صعوبات التعلم. بدأنا نربط هذه البرامج بالمعايير الدولية، محتاجين بكالوريوس في التربية الخاصة، محتاجين نمشي زي الجامعات العالمية. النهاردة الخريج المعلم في كل دولة من الدول المتقدمة، معلم الرياضيات، معلم العلوم، معلم اللغة العربية، بيأخذ على الأقل مقرر أو 2 عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن البرامج اللي بيدرسها، وبالتالي بيدخل المدرسة بيبقى عارف يعني إيه صعوبة التعلم، يعني إيه مثلا توحد، يعني إيه إعاقة سمعية، يعني إيه إعاقة بصرية، بالإضافة إن بيبقى جنبه معلم آخر داعم يعمل معاه في حجرة الدراسة عشان يقدم الدعم اللازم المفروض اللي هو يتقدم للطالب. بالنسبة لصعوبات القراءة طبعا من الحاجات اللي مركز عليها جدا السلطنة، وأنا أشرف برضو إن يمكن يعني بقود مشروع استراتيجي في السلطنة هنا بمنحة من المكرمة السامية لجلالة السلطان قابوس في تشخيص وعلاج صعوبات القراءة في الحلقة الأولى، ومعايا فريق من الباحثين من جامعة سلطان قابوس وكلية التربية وكلية الطب. صحيح. وأيضا من وزارة التربية والتعليم جميل. والحمد لله على مدار يعني 3 سنة احنا النهاردة الحقيقة بنينا عدد من الأدوات، اشتغلنا مع خبيرة الدكتورة ستيفاني كانت جزء من المؤتمر، وده شيء جميل جدا، وأثنت على 30 معلمة اللي احنا دربناهم. حلو. جميل. تعرف هو دكتور يعني بجهود الجميع، أنا مؤمن بشيء وأكيد عايدة تشاركني الرأي إن إذا اتفقت آراؤنا كلنا طبعًا. جميعا طبعًا. وآمن أيضا ولي أمر طبعًا. طالب من ذوي الإعاقة أن هذا ترى ما عيب يعني أبدا يعني طبعًا. هي هبة الله وقدر الله. صحيح. يعني اللي حاصل على جائزة نوبل مؤخرا في الفيزياء نعم. هو من ذوي الإعاقة. صحيح. وبيتهوفن وأمثال كثيرة من الأشخاص اللي يعني حرمهم الله يعني موهبة من المواهب. وده دوركم، لأن احنا الحقيقة في الندوة أكدنا على دور الإعلام، دورنا على دوركم ويدنا على يدكم، وإن شاء الله نحقق كل الأهداف. نحن نشكركم على وجودكم معنا، جزيل الشكر. شكرا لك الدكتور محمود محمد إمام أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وأيضا شكرا لك الدكتور محمد بن خلفان الشيدي مدير عام البرامج التعليمية بوزارة التربية والتعليم. شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم، نورتونا في من عمان. شكرا. إذا إحنا مشاهدينا راح ننتقل لمحطة أخرى. خلينا نقول إن إحنا في كل حلقة نحاول أن نقدم لكم ملمح من الملامح السياحية في السلطنة، نعرفكم على بعض المناطق أيضا، بعض المفردات اللي يمكن في بعضنا ما يعرفها. احنا من خلال برنامجنا راح نؤدي هذا الدور ونعرفكم بما خفي عنكم. تقريرنا القادم راح يعرفكم ربما معلومه راح تكون جديده لمجموعه من المشاهدين، تقرير عن حاره البلاد في ولايه منح بعد ترميمها بهذا الشكل الجميل، تناغم مفردي جميل. خلونا نتابع. ليس بغريب أن يقضي الباحث البريطاني شومان بانديا من جامعة ليفربول 8 سنوات يسبر أغوار حارة البلاد بولاية منح وينال على أثرها درجة الدكتوراه. فهذه الحارة نمط عمراني فريد وتراث يجسد براعة العماني في فن العمارة. فمشهد الحارة من خلال تقسيمها الهندسي يكشف عن عمق ثقافة البناء والتشييد والعمران لدى الآباء والأجداد. بنيت ما يقارب من 5 قرون أو 500 عام، وحسب التواريخ الموجودة في المحاريب في المساجد في بعض من البيوت إلى آخره. الزائر لحارة البلاد بولاية منح يجد نفسه أمام دهاليز التاريخ وعمق الماضي وذاكرة الأجداد، وقراءة في سطور الحارات القديمة التي حملت في تفاصيلها عصارة فكر ونتاج تجربة طويلة مع تحديات الماضي التي تشكلت عبر سنوات عديدة. وكان في هذه البلد يعني فيها مساجد، فيها سبل، فيها سبل، فما سبل فيها، وفيها مساجد، مسجد اللي هو هذا اللي سامع الحين، مسجد عالي، ومسجد الشراه، ومسجد العين،
مسجد بلحظه. ومن أجل الحفاظ على القيمة التراثية والتاريخية لحالة البلاد بولاية منح، فإن أعمال الترميم التي تقوم بها وزارة التراث والثقافة تتواصل بالحارة، فقد تم ترميم مسجد العالي وعددا من المباني القائمة على جانبي الممر الرئيسي لها والذي يتوسط بيوت الحارة. الوزارة تعد تصورات وخطط لاستغلال وتوظيف المعلم هذا، لأن أيضا هو لا تقتصر عملية الترميم على ترميم المباني الطينية وتركها على ما هي عليه، لأن أيضا عملية الترميم لا يمكن أن تكون في معزل عن توظيف المباني عند انتهاء التصور. هذا في طور إن شاء الله الإعداد والتحضير مع باقي المؤسسات الحكومية المعنية. بيوت متلاصقة ومباني شاهقة وممرات وأنظمة إضاءة وفتحات تهوية وعقود أقواس ومشربيات ونوافذ نمر عليها في رحلتنا ونحن نستكشف المكان وكأننا نعيش مع من عاشوا هنا. حياكم مشاهدينا مجددا، سعيدين جدا بطيب تواصلكم ومتابعتكم. نذكركم بأننا نسعد جدا بأن تتفاعلوا معنا عبر الهاشتاج الخاص ببرنامج من عمان في تويتر، وأكيد كل تغريداتكم كل تعليقاتكم كل آرائكم راح نستعرضها أثناء الحلقة، ونستعرض أيضا أسئلتكم على مشاهدينا. وأكيد ننتقل من فقرة إلى فقرة في برنامج من عمان، وعندنا فقرة ثانية فقرة أيضا من الفقرات الجديدة واللي إن شاء الله راح تتابعونها كل ثلاثة، فقرة فنية خاصة بالموروث الشعبي العماني الجميل، فقرة تراثنا مع الزميل سالم السعدي. واسمحوا لي مشاهدينا هذه المرة استثناء أرحب به بطريقته هو، عادل وقت سالم السعدي يقول فواده مع ضيوفه، والحين دوره سالم السعدي بيرمس وعنده ترى ضيوفه والجواب مع سالم. تفضل سالم. يو 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 ملمح علي مشي الله والعالم كتاب لي هالليلة، الله والله يا ربعي هالليلة، إن الليلة يا ربعي السلام عليكم، الله الليلة يا ربعي السلام عليكم، سلام يخلي الحصايا مشي. أقص السمر والسلام عليكم، حوض النبي من المحل يمشي، العالم كتب لي يا هالليلة، يلا يا ربعي يا هالليلة، الليلة يا ربعي السلام عليكم، سلام يخلي الحصايا يمشي، سلام يخلي الحصى يمشي. نرحب بكم مشاهدينا، وإن شاء الله دائما تكونوا معنا كل ثلاثة في فقرة تراثية نستضيف فيها شاعر يحدثنا عن الشعر، سواء الرزحة، الميدان، المسبع، النانا، كل فنون عمان من محافظة ظفار لمسندم وأيضا يطربنا، وأنا بروحي بطربكم وأرمسكم، بالإضافة للضيف حن بروحنا بعد ترى بعد، يعني من عمان بروحه فنان، من عمان بروحه يسمعكم، من عمان بروحه يطربكم، بالإضافة للضيف اللي موجود معانا. نرحب بضيفنا مبارك ابن بخيت، نرحب حياك مبارك. الله يحييك يا استاذ سالم، بارك الله فيك. يا مرحبا فيك. الله يحييك ان شاء الله. صبر صبر مبارك، انا ما هذا كلام، وكيف حالكم وبخير؟ هذا عاد الناس شبعانة منه، هني الناس تبى ايش يقول مبارك. يقول أول سلام عليكم أصحاب المكان. أول سلام عليكم أصحاب المكان. وعلى المشاهد بسلامة وتحيتين. استاهلوا. الليلة بنبحر في غبة تراث عمان، الليلة بنبحر في غبة تراث عمان وفي غبة الزواخر ينهال الخزين. يا عيني يا عيني يا عيني، إيش يقول أول؟ أول سلام عليكم أصحاب المكان.
وعلى المشاهد بسلامة وتحيتين. الليلة بنبحر في غبة ثلاث عمان وفي غبة الزواخر ينهال الخزين. حياك يا مبارك. الله يحييك. هذا رزحة. نعم رزحة. زين مبارك، طبعا معروفة سلطنة عمان يعني خاصة مثلا جهة الشمال وشمال عمان يعني يتسم ومشهور بفن الرزحة. نعم صحيح. جميل، مثل ما مشهور الهبوت أيضا في محافظة الظفار. بالفعل. أنت مبارك احنا ما بنقولك متى بديت ولا متى مشيت ولا متى مجيت، يوم تمشي حال رزحة. نعم. وتعرف ان رزحة اليوم مثلا على سبيل المثال في العامرات. نعم. انزين وانت قالوا لك اليوم هناك رزحة ويسموها نبة. نعم صحيح. انك نبة. بالفعل. والنبة طبعا هي من النبة للخبر، للتوضيح طبعا هي للخبر ان اليوم احنا منبوبين يعني مخبرين معزومين. نعم. مكالف. نعم. الآن وانت رايح انزين ايش يكون شعورك وهيش أنت تتمنى في داخلك وأنت شاعر رزحة؟ والله أتمنى أني ألاقي واحد من أكبر الشعراء. يا سلام. أمثال الشعراء الكبار طبعا أنا عاصرت المرحوم عرفات بن حريمل. الشاعر معروف. نعم. الشاعر نعم عاصرت. ومبارك بن علي أيضا. ومبارك بن علي ترامسنا وياه. نعم. ترامسنا الشعراء الكبار. هم الشعراء الكبار. نعم. اللي نعم. عاصرتهم هذيلا فقط. عشان تتعلم منهم. عشان تعلم منهم. ومنهم أيضا الثانيين الشاعر أيضا عندنا شاعر كبير حمود بن سعيد الوهيبي. نعم. شاعر معروف. المهم إنك أنت تتمنى يعني. أتمنى تلاقي إن ألاقي واحد شاعر منهم. نعم. على أساس يكون أرامسه ما بقصد المنافسة والمبارزة ولكن بقصد التعلم إني أتعلم من عنده. نعم. انزين مبارك في الرزحة في أثناء المساجلة. نعم. وأثناء المطارحة ما بينك وبين أنت الشاعر. نعم. لما تحس أن الشاعر تفوق عليك. نعم. وتغلب عليك. نعم. إيش كيف تتصرف؟ والله في هذا الطريقة أجيب يا أما أني أروح للغزل أحاول أني يعني؟ أخلف مثال. تهرب منه؟ أي أقول أخلف مثالي وأروح لقصة أو أروح لغزل. نعم. الرزحة طبعا معروفة انها تتناول كثير من من يعني تتطرق كثير من انواع الشعر. نعم. الغزل، الهجاء، ايضا المدح. نعم. الرثاء. نعم. انت من ساعة قلت لي ان معك قصيدة خاصة لمولانا صاحب الجلالة يعني الله يحفظه ويدوم ان شاء الله في فن الرزحة. امين. اكيد بيسمعوها، بتسمعوها؟ والله هذه القصيدة هذا السنة لما مر علينا العيد الأضحى. نعم. ومولانا الله يشفيه ويعافيه ويرد بالسلامة. آمين. كان ما موجود أبونا الكبير. آمين. طبعا العيد العيد فرحة. نعم. ولكن حضور مولانا يزيد الفرح فرحتين. أكيد. والعيد عيدين. أكيد. فقلت أبيات بسيطة فقط. تفضل. العيد فرحة ولكن الفؤاد حزين ودون الفرح كيف تطيب أعيادنا. ما دام سيدنا وقايدنا الأمين بعيد عنا ما تحلى أيامنا. الله. الأرض تبكي والشجر يحن حنين والبحر يسأل موجه عن رباننا لقايد السفينة من سنة 70 ورسابها في بر الأمانة بلادنا. قابوس يا المعظم يا حامل عرين نصل السلاطين الشيام سلطاننا روحي فداك وأرواح العمانيين ترخص لكم يا سيدي أفراحنا. الله يدومه. يا سيدي لوصولك حنا متشوقين. قبل الشيوبة يسألوا شيابنا قبل الشيوبة يسألوا أطفالنا. يا سيدي لوصولك حنا متشوقين قبل الشيوبة يسألوا أطفالنا أما يجينا وأما نسافر البرلين عندك يا قابوس نرفع أعلامنا. يقول لا تخلط اللي هي الفلفل فل راعي النظر يس 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 ما حيد نزرعت بربر بر ولا حيد نقطعت بربر بر كان كتبت بر بربر بر مرة بي عليك بربر بر يوم انتبت فل فلفل فل وكان كتبت يس 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 يس. مبارك اسمح لنا الوقت قصير جدا بس تسمعنا آخر قصيدة ميدان. ما يقلد الخوص من يوسف. ما يقلد الخوص من يوسف. بنات البدو غايب يديهن مقصدت لدبي ناص العين ولا تشيده بيتك فوادي الخد برقه وكحيل العين لان برقت شلت فوادي. شي أدثرة وشي يبني ويا سالم الزين شي يبني
هذا ما أخذ الحسن من يوسف خلى الناس تقطع أيديهن. أحسنت 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 يا مبارك. بارك يعطيك بارك. العافية ويعافيك. شكرا جزيلا. العفو. والسموحة من جداك. أبد. أحسنت. طال عمرك. أبد. حصانك معي جلالة السلطان يصلي ابن سعيد المعظم. يا رب احفظ جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. يا رب احفظ جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. نشكركم مشاهدينا وين ما كنتوا، وان شاء الله ان كنا خفيفين ظل واستمتعتوا معنا واستفدتوا معنا، وان شاء الله نلتقيكم في الفقرة في الحلقة الاسبوع القادم الثلاثاء القادم. احنا فاصل ونرجع ان شاء الله لعايدة وراشد ونلتقيكم ان شاء الله الثلاثاء القادم. حياكم مشاهدينا مجددا، مساكم الله بالخير جميعا وين ما كنتم تتابعوا برنامج من عمان مع هذا التنوع اللي دائما حريصين عليه والانتقال من مكان الى مكان اخر، تغطيه لمختلف الفعاليات والاحداث اللي تشهدها ارض عمان الخير. في هذه الفتره حاليا هناك معرض افتتح قبل قليل، هذا المعرض في المركز العماني الفرنسي. طبعا هذا المعرض هو المعرض الفني التشكيلي اللي يحمل عنوان انا وانت عمانيات الدكتورة فخرية اليحيائية. 19 عمل فني جميل، نتابع تفاصيل هذه الأعمال الفنية الجميلة بالتواصل المباشر صوتا وصورة مع الزميل حفيظ جعبوب. حفيظ مساك الله بالخير، وأكيد سعيدين جدا بإطلالتك في برنامج من عمان مجددا. مساك الله بالنور والسرور راشد، وأحيي أيضا الزميلة عايدة زجالي، وأحيي أيضا فريق العمل وكل من يتابعنا من خلال هذه الإطلالة الجديدة في هذه الهوية والمختلفة. اليوم معكم في فقرة خارجية، فقرة تسجيلية. راشد، نحاول من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذا الربط أن نختلف في أكثر موقع، ننقل لكم هذه الجماليات، نكون أيضا في قلب الحدث. أنت وأنا كما تفضلت قبل قليل عمانيات، كان قبل ساعة من الآن تقريبا افتتاح هذا المعرض تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وأيضا بحضور سعادة السفير الفرنسي، بحضور أيضا بعض المهتمين بالحراك الفني. صورة فوتوغرافية مفاهيمية قد تختلف عن الصورة الفوتوغرافية العادية، وأيضا قد تختلف عن الفن التشكيلي. هو هذا المعرض طبعا للفنانة الدكتورة فخرية بنت خلفان اليحيائية، أستاذ مشارك وأيضا رئيسة قسم التربية الفنية بجامعة السلطان قابوس. حاولت من خلال هذه اللوحات إيصال رسالة قد تكون هي فلسفة فكرية، أو أيضا تكون رحلة بحثية عن تأصيل الهوية والتراث. من خلال هذه اللوحات حاولت أنها تربط التراث والهوية العمانية بقالب فني معاصر، في أيضا تسجيل لحظات إيقاعية حركية. أرادت الفنانة أن تصل قضية التراث والهوية والمرأة للمجتمع، خاصة أنها تحتفل مع احتفالات المرأة العمانية بيومها هذا اليوم، اللي كذا حاولت أن تفاخر فيه بإجادتها وبناء المجتمع وذاتها. معنا الدكتورة فخرية، نتكلم عن أنت وأنا عمانيات، اختيارك لهذا الاسم. الفن مثل ما تفضلت رسالة وفلسفة، إن استطاع الفنان أن يصيغها ويقدمها في قالب فهو متمكن تماما من طرحها للجمهور أو المتلقي. أنت وأنا عمانيات هي رسالة فنية صرفة بحتة لها جانب بالتراث والهوية العمانية. اخترت العنوان لأن العنوان يعني لي شيء الكثير، أنا أخاطب الأنا الأخرى من خلال محاورة ضمنية بي أنا كفنانة شخصيا وبالمتلقي سواء كانت عمانية أو غير عمانية. لذا اخترت هذا العنوان لأشركها بما أنها تنتمي وتعيش على هذا الأرض، فيجب أن نشعر جميعنا بهذا الوطن لنصبح جميعا عمانيات سواء كنا ننتمي له أو لا. جميل. المعرض أنت وأنا في قاعة المركز العماني الفرنسي. جميل. وهو مركز تعليم اللغة الفرنسية بمدينة السلطان قابوس. دكتورة أنت جميل. حاولتي من خلال هذا المعرض حفيظ يعني توضحي لوحات هي صورة حفيظ يعني فوتوغرافية مفاهيمية. أخي راشد
حفيظ، يعني من خلال متابعتنا للأعمال، من خلال الخلفية اللي خلفكم، كما يبدو أن هناك يعني إشارة إلى جوانب تراثية أيضا، يعني كيف استطاعت الدكتورة إذا ممكن تسألها للتركيز على هذا الموضوع؟ ونحن نعرف أن احتفاء بيوم المرأة يعني مؤخرا جاء بالأوامر السامية لجلالة السلطان، فكيف استطاعت أنها تقيم هذه التوليفة بشكل عاجل حفيظ؟ دكتورة، يسألك زميلي راشد في الاستوديو أنه كيف قدرت تأخذ هذه التوليفة في الأزياء العمانية المأخوذة المستوحى من البيئة والتراث العماني وتقدميها في هذه الصورة اللي هي صورة فوتوغرافية مفاهيمية قد تختلف وللكثير؟ طبعا مكونات المعرض 19 لوحة جميعها تشترك في ثلاث محاور رئيسية. كفنانة تشكيلية هناك جانب أساسي لابد أن نصر أو أؤكد عليه، وهو بناء تكوين فني متزن مترابط من حيث القيم اللونية، من حيث الإيقاعات البصرية، من حيث التناغم في العلاقات. وهناك جانب تراثي مثل ما قلت وأنا كنت أحاول أن أركز عليه، وهو حضور المرأة العمانية بكل ثراء الأزياء أو الألوان الأزياء العمانية اللي احنا نرتديها والتي قد بدأت تندثر يعني عند عدد كبير منهم. وهناك جانب آخر له علاقة بالقيم، بقيمي أنا كفنانة، لذلك كل لوحة حملت اسم مرأة عمانية. إيش السر في تسمية اللوحات باسم عمانيات أو بأسماء حفيظ؟ يعني أنا من اعتزازي بهويتي كعمانية أيضا أريد أن تشعر الأخرى بأن اسمها يعني الكثير. نصرة يعني للكثير، عليا يعني الكثير، شريفة، بدرية وغيرها من الأسماء. هذه أسماء على سبيل المثال للحصر. نعم. هناك أسماء أخرى لم تحضر في هذا المعرض، هناك مريم، هناك فاطمة، هناك جوخة، هناك كل الأسماء اللي هناك الشيخة اللي أنا أعتز بهن. يعني على الرغم من محاولتي تزاوج بعض الأسماء القديمة بالجديدة لأشرك الأخرى التي هي قد لا تنتمي أصلا لهذا الوطن ولكن تنتمي إليه بعيشها عليه. فكانت التوليفة هي أن أنا بقالب بصري حفيظ. نحن نشكرك أيضا، نشكر الدكتور على هذا الكلام الطيب والجميل، وأكيد راح نكون متابعين إن شاء الله. شكرا لك زميل حفيظ جعبوب على هذا الإطلال المسائي، وأيضا شكرا للدكتورة فخرية اليحيائية على هذا المعرض الجميل. شكرا لك يا حفيظ. بس حابني أوضح نقطة، هو هذا بشكل سريع حفيظ قد يختصر عن اللوحة الفنية والصورة الفوتوغرافية. أيضا الدكتورة شاركت العربية الوحيدة في العاصمة الألمانية برلين في خلال هذا الشهر بمشاركة قد تكون الأولى من نوعها في العالم العربي. الله يوفقها حفيظ، وحتى ما نعطي تفاصيل كثيرة ونشوق المشاهد أيضا أن يزور هذا المعرض في المركز العماني. والمعرض أيضا مفتوح إلى 6 من نوفمبر القادم. باسمك نوجه إذن الدعوة، إذن مشاهدينا دعوة لكم جميعا لزيارة هذا المعرض، أنا وأنت عمانيات، والاستمتاع بهذه المناظر واللوحات الجميلة. شكرا للزميل حفيظ جعبوب، وأكيد يوم الغد إن شاء الله راح نستعرض موقع آخر بالربط المباشر من مساءات مسقط وبقية محافظات السلطنة. راجعيكم إن شاء الله في برنامج من عمان بعد الفاصل.
حياكم الله مشاهدينا، وما زلنا متواصلين معكم حتى العاشرة في برنامج من عمان. محطتنا التالية اقتصادية مثل ما ذكرنا في بداية البرنامج، مع طبعا انتشار خبر هبوط أسعار النفط، هناك حالة من الخوف من القلق من التوتر تسود العالم خاصة بعد حادثة 2008. يمكن بدأت هذه الحالة تنتشر أيضا أو تأتي إلى السلطنة. بالضبط. أنا اللي أشوف الفترة الأخيرة يعني عايدة ما شاء الله الكل متحول اقتصادي في الواتساب في تويتر في الفيسبوك، الكل يعني أصبح يتكلم عن هذا الموضوع ودخل في عالم العقارات ودخل في مشاريع تنموية وخدمية كثيرة، وأكيد تفاصيل وإجابات دقيقة لهذا الموضوع من خلال ضيفنا اللي هو اقتصادي أصلا. بالضبط. وهو اللي راح يحط النقط على الحروف. مشاهدينا نرحب باسمكم جميعا بالفاضل حسين بن علي الرئيسي، الرئيسي التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية. مساك الله بالخير أستاذ حسين. مرحبا بكم، وحياك الله في من عمان. يا مرحبا بك، سعيد جدا بوجودك معنا، ويعني أكيد موضوعات اقتصادية متعددة. نحن في البداية حابين نتعرف على هذا الانخفاض، أسبابه، وهل هو طبيعي انخفاض أسعار النفط؟ يعني متعلق بإيش؟ يعني هل الأمر مخوف مقلق بالنسبة لنا كمواطنين يمكن ما اقتصاديين في المقام الأول؟ بطبيعة الحال المتتبعين يعني للاقتصاد عامة يرى هناك في تغير، وهو الأجواء السياسية خاصة في المنطقة حاليا الغير مستقرة. هذه لها يعني نفس الشيء سلبيات على أسعار النفط. أسعار النفط كانت مستقرة في المعدل 100 دولار في الفترات الأخيرة. نعم. فانجرفت أو أنها انخفضت خلال الفترات الحين، وخصوصا خلال إجازة العيد، يعني فهي كانت مفاجأة أنها تجي بعد إجازات طويلة وأنها تدخل على الاقتصاد وتشوف أن كل شيء نازل. صحيح. فهذه الأشياء اللي يعني كانت تخوف منها أنها تجي مفاجأة. بطبيعة الحال أن هناك يعني أمور أخرى يعني مشاركة في انخفاض النفط، والنفط تعتبر من الأشياء الأساسية للدخل القومي، خاصة نحن في السلطنة الاعتماد الرئيسي للنفط. صحيح. النفط يعني. نعم. وهذه هي اللي أعطت كثير من الدول، يعني في دول أخرى لها تأثير كبير جدا يعني فبيكون في انخفاض النفط، وهذه جرفت نفس الوقت معها الأسواق المال بانخفاض أسواق الأسهم. الأسهم يعني الأسواق المال عامة بانخفاض يعني حاد وشديد. أيضا راح يشاركنا الحديث حول هذا الموضوع الدكتور صلاح عبد الرحمن الطالب، خبير اقتصادي، ومعنا هو مباشرة على الهواء عبر الهاتف. مساء الخير دكتور صلاح. مساء النور. أهلا وسهلا بك. إذا البعض يعتقد دكتور أن نتيجة لهذا الانخفاض في أسعار النفط قد يصاب الاقتصاد والحركة التجارية وأيضا العائدات، عائدات التجارة بانخفاض واضح وحالة من الركود، هل هذا الخوف مبرر ومن الممكن أن يحدث هذا ونتحدث بالخصوص عن وضع السلطنة؟ نعم حقيقة يعني أنا أعتقد في تقديري أنه هذا هلع غير مبرر بشكل كبير، لأنه ما حصل بالنسبة لأسعار النفط من تراجع لأسعاره ووصل بحدود بين 80 إلى 85 دولار هو ليست حالة شاذة. يعني لو تبعنا تاريخ أسعار النفط من 2000 تتعرض أسعار النفط إلى هكذا تذبذبات، لكن خلونا نقف هل أن هذه الأسعار اللي انخفضت إليها أسعار النفط ستبقى بهذه الأسعار أم لا؟ هنالك مجموعة من الحقائق الاقتصادية التي تحكم هذا الموضوع. أول هذه الأمور هو توجه الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج الصخر الزيتي. هذا النوع من الإنتاج يقدر في البرميل له بحدود 80 دولار. صحيح. بينما كلف إنتاج النفط عن طريق الآبار يتراوح بين دولة وأخرى من 5 دولارات أدناها في العراق والإمارات إلى أن يصل إلى حدود 19 إلى 20 دولار و 23 دولار في بعض البلدان. ثانيا بالنسبة إلى النفط المستخرج من الصخور الزيتية أقل كفاءة وأقل نوعية من النفط المستخرج من الآبار. ثالثا كلفة نقل النفط المستخرج عن طريق الصخور الزيتية أعلى من كلفة
يعني نقل النفط المستخرج من الآبار. جميل، هو دكتور الشيء الجميل يعني اللي أخذناه من مجمل حديثك. نعم، كل هذه العوامل حقيقة تدفعنا إلى أن نقول أن هذا الانخفاض هو ليس انخفاض حقيقي سيستقر عنده أسعار النفط، بالرغم من تصريحات كثير من الخبراء الغير مبنية على قواعد. هو يعني هو تصريحك الآن دكتور في برنامج من عمان أكبر دليل مطمئن على موضوع أن الاقتصاد يعني في حالة من التعافي وليست هناك من تخوفات. شكرا لك الدكتور صلاح عبد الرحمن الطالب خبير اقتصادي، تحدثنا عن هذا الموضوع. ونحن أيضا مشاهدينا أجرينا استطلاع مع مجموعة من المعنيين بالشأن الاقتصادي وبالتحديد الشأن العقاري، استطلعنا أراهم إيش توقعاتهم في موضوع تأثير انخفاض أسعار النفط على العقار. خلونا نشوف الاستطلاع. بعد انخفاض سعر النفط حركة السوق العقارية اعتيادية ما تأثرت بشيء، لأن المجال العقاري عندنا غير النفط، لأن عندنا المجال مثل ما سبقت المجال العقاري محلي يحدد الاستخدام المحلي. لكن في نفس الوقت شهدنا حالات اللي هي المستثمرين اللي الأراضي اللي يملكها المستثمرين صار عندهم تأثير نفسي من خلال التهويلات هذه، وباعوا أراضيهم، يمكن شخص أو شخصين بالكثير باعوا أراضيهم بقيمة متدنية ما يقارب 5000 عن السعر السابق، وهي الخوف يمكن أن تنزل أكثر نظرا لما يسمعوه، فحبوا أن يبيعوا أراضيهم ويكونوا مع الجماعة المنتظرين المترقبين لما يحدث في المستقبل الأيام القليلة القادمة. والله خبر انخفاض النفط طبعا هذا أثر على بعض المستثمرين اللي عندهم عدة أراضي في المعبيلة، بس هو السوق ما في تغير، السوق ما في تغير شغال. بالنسبة لتأثير انخفاض أسعار النفط على العقار راح يكون عندنا إن شاء الله موضوع بشكل موسع، راح نتناول هذا الموضوع بشكل موسع خلال حلقاتنا القادمة بمشيئة الله. وعودة لضيفنا الأستاذ حسين. أستاذ حسين، في الموازنة الأخيرة للدولة 2014 تم احتساب سعر برميل النفط على كحد أدنى 85 دولار للبرميل، والحين طبعا السعر انخفض أكثر من ذلك، فهل لذلك تأثير راح يكون على الحركة التنموية والمشاريع التنموية في البلاد؟ هذه كانت الموازنة 2014. نعم. ونحن في نهاية 2014. والحمد لله أتوقع أن أنها وفت يعني بما قال عن أن الحمد لله مشت. مستلزمات. أيوة. نعم. مستلزمات التنمية. ولكن ما هو المتوقع في 2015؟ ولكن عملية تراجع هي مرحلية فقط، يعني ما أتوقع أنها تكون طويلة الأمد. والحكومة الرشيدة يعني بطبيعة الحال هي تخطط. نعم. يعني وتأخذ الاحتياطي فيما في السنوات القادمة فيما يختص في أمور التنمية الاقتصادية. إذا الأمر مطمئن، مشروعاتنا التنموية قائمة بإذن الله، خاصة نحن مع انتهاء الربع الأخير من عام 2014. نحن نشكرك على وجودك معنا ونرجو لك كل التوفيق. نعم. إن شاء الله. تعرف راشد، في مثل هذه الأوضاع يعني عادة ما نستذكر حكمة صاحب الجلالة الله يحفظه وتركيزه على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط. بطبيعة الحال هذه هي الأساس، وهو هذا التوجه الحالي هو عملية تنويع المصادر وعدم الاعتماد على النفط يعني كمصدر أساسي للدخل. بالضبط. نعم. نشكرك على وجودك معنا ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. يعني دائما الاقتصاديين سريعين في إجاباتهم لأنهم يطمئنوا الناس، ويعني الوضع يعني مطمئن إن شاء الله. شكرا لك على وجودك معنا. الأستاذ حسين بن علي الرئيسي، الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية، شكرا جزيلا لك ونور. شكرا. إذا نحن نكمل استطلاع على مشاهدينا في الموضوع المتعلق بأثر انخفاض أسعار النفط في الموضوع العقاري، لأنه يشغل بال اهتمام الكثيرين. خلونا نتابع هذا الاستطلاع. بعد انخفاض سعر النفط حركة السوق العقارية اعتيادية ما تأثرت بشيء، لأن المجال العقاري عندنا غير النفط، لأن عندنا المجال مثل ما سبقت المجال العقاري محلي يحدد الاستخدام المحلي. لكن في نفس الوقت شهدنا حالات اللي هي المستثمرين اللي الأراضي اللي يملكها المستثمرين صار عندهم تأثير نفسي من خلال التهويلات هذه، وباعوا أراضيهم، يمكن شخص أو شخصين بالكثير باعوا أراضيهم بقيمة متدنية ما يقارب 5000 عن السعر السابق، وهي الخوف يمكن أن تنزل أكثر نظرا لما يسمعوه، فحبوا أن يبيعوا أراضيهم ويكونوا مع الجماعة المنتظرين المترقبين لما يحدث في المستقبل الأيام القليلة القادمة. والله خبر انخفاض النفط طبعا هذا أثر على بعض المستثمرين اللي عندهم عدة أراضي في المعبيلة، بس هو السوق ما في تغير،
السوق ما في تغير شغال، وبعض المواطنين صار خوف، راح يبيعوا أراضيهم، عرضوا أراضيهم على طول بأقل من السوق بثلاث بأربعة آلاف بشكل عام بمسقط كاملة أو الفليق وبركة، وما في تأثر. يعني بداية نزل الخبر هذا بالواتساب وانتشاره في الجروبات العقارية صار تغير في اليوم يومين، وبعدين من بعد أسبوع من ما مضى هذا المقال اللي نزل رجع السوق على ما هو. طبعا راح تكون الحركة شوية شبه بطيئة لمجرد أيام، بس بعد ما بعض ما يطمن الناس بسبب التصريحات اللي صرحوا بها كبار المسؤولين في بعض الجرائد والمقالات راح يرجع السوق ينشط أكثر من أول، يعني راح يتراجع وبيكون أنشط من أول، وفي الحركة مستمرة والبيع والشراء ما زال مستمر، لأن سوق المعبيلة سوق نشط بطبيعة الحال. يعني في الأيام الماضية سمعنا إشاعات بأنه في يعني انخفاض في أسعار الأراضي، ورحت أكثر من مكتب، واليوم جاي أزور هذا المكتب. لما دخلت المكاتب الثانية كان الأسعار، تفاجأت يعني بالأسعار إنهن ما منخفضات، نفس المستوى اللي كان فيه في الأيام الماضية. ودخلت قبل شوية ذا المكتب وكان الأسعار هي بنفس الشكل في الأيام الماضية، يعني تفاجأت من الإشاعات اللي طلع عن قبل يقول أن أسعار الأراضي خلاص طاحت تحت وانخفضت وكذا، يعني نزلا، ما أقول لك أنه ما نزل، نزلت يمكن بنسبة بسيطة من تخوف الناس، لكن اليوم أنا دخلت هذا المكتب وتفاجأت نفس الأسعار. يعني بالنسبة عن الحديث تأثر السوق المحلي بالنفط، أتوقع أنه هذا غير صحيح، يمكن الشائعات الكلام هذه تؤثر، نحن سوقنا محلي وأكثر ما يتأثر بالأشياء المحيطة معنا القريبة منا، مثلا المشاريع اللي تقام في المناطق أو أنها تلغى يمكن هذه تؤثر فعلا على سوق العقار، لكن النفط ما يأثر كثير، وإذا أثر طبعا تأثير يكون دائما متأخر ما يتأثر حاليا. التاسعة وسبع وثلاثين دقيقة بتوقيت مسقط، وإحنا مستمرين معكم بمختلف فقراتنا ومحطاتنا حتى العاشرة مساء، وبرنامج من عمان. وقفتنا القادمة مشاهدينا راح تكون وقفة تكنولوجية مع آخر أخبار التكنولوجيا، ويقول لك عايد الحين اكتشفوا نظارة تقدر تقرأ، تقدر عن طريقها تصفح إنترنت، تقدر تسوي أشياء كثيرة. خلينا نتابع تفاصيلها مع عبدالله البحراني. إنسان ناقص كسل، خلينا نشوف. شكرا لك راشد، شكرا لك، شكرا لك يا عايدة، وتحية لكم مشاهدينا الأحبة أينما كنتم تتابعون هذا البرنامج الجميل، هذا البرنامج الرائع من عمان، واللي طبعا من خلاله راح نطلع عليكم إن شاء الله في كل يوم ثلاثة بفقرة تقنية تكنولوجية يتم من خلالها استعراض الجديد. طبعا التقنية مثل ما تعرفونها مشاهدينا صارت ضرورية وتدخل في حياة الناس لأهميتها هذه، يعني ارتأت طبعا أو ارتأوا القائمين على هذا البرنامج أن نخصص فقرة خاصة حقه كل يوم ثلاثة. جديد التقنية مثل ما نعرف مستمعينا الأحبة ما صار مثل قبل، يعني الحين احنا لما نشوف أنظمة التشغيل نلاحظ أنها مختلفة متنوعة، الأجهزة الإلكترونية أصبحت ذكية ما مثل قبل، يعني لما نركز الحين يعني نخلي شوية أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، الحين التلفزيونات صارت ذكية، مستقبلات القنوات الفضائية أصبحت ذكية، الكاميرات صارت تشتغل بروحها، الطابعات، المساحات الضوئية، صار عندنا الهوم أوتوميشن أو مثل ما يقولون المنازل الذكية والتحكم فيها كلها من خلال تطبيقات ذكية تحطها على الهاتف اللي تشيله وين ما تروح طبعا وياك. ومن خلال برنامجنا والجميل في الموضوع طبعا والتزامن اللي صار مع معرض جايتكس 2014، طبعا هذا يعتبر عرس تقني كبير يهتم فيه أي واحد له علاقة بتقنية المعلومات. طبعا برنامجنا من عمان ركز على هذا المعرض ونقلنا لكم أحدث التقنيات اللي موجودة فيه واللي راح تتابعونها إن شاء الله من خلال الحلقات القادمة. شو اللي صورنا لكم إياه واللي بنعرضه حقكم اليوم بإذن الله؟ صورنا لكم النظارة الذكية، النظارة الذكية يمكن الكل سمع عن نظارة جوجل، وايد ناس تكلمت عنها.
لما دخلنا طبعا المعرض لاحظنا ان هذا صار اساسا حديث الشركات الكبيره، يعني مثل نظاره جوجل راح نشوفها عن شركات اخرى ولكن باسلوب مختلف ومتنوع. هذه النظاره هي من شركه ابسون، صورنا لكم اياها نتعرف على هذه النظاره وشنو الفائده منها من خلال هذا التقرير. موضوع عجيب، موضوع فعلا غريب. احنا الحين موجودين في معرض جايتكس 2014 في الركن المخصص لشركة إبسون. إبسون طابعات بروجكترات، لكن نظارات شيء جديد. ايش فيها هذه النظارة اللي انا لابسها؟ هذه نظارة خاصة بتجسيد الواقع الافتراضي او الاوجمنتد رياليتي. نظارة فعلا عجيبة تخليك تقرا اي شيء خاص بتجسيد الواقع الافتراضي او الاوجمنتد رياليتي بشكل جدا جميل. النظارة لما تشوفها بشكلها الطبيعي العادي تشوفها أن هي عدسة، لكن هي في الحقيقة مش عدسة، اللي يلبسها يشوف شاشة قدامه، وهذا الجميل في الموضوع. خلينا نشوف النظارة هذه وكيف تشتغل عن قبل. طبعا النظارات الذكية تعتبر شيء جديد أو سوق جديد بالنسبة للمستخدمين. يستطيع المستخدم أنه يلبس هاي النظارات، بمجرد ما تلبس النظارة هي عبارة كأنه قدامك تابلت، فبدال ما يكون قدامك تابلت يكون قدامك النظارة، بتستطيع من خلالها أنك تشوف التابلت باستخدام نظام الأندرويد. بتتمكن طبعا عن طريق الكنترولر الموجود معاها اللي ممكن ندخل على الشبكة عن طريق الواي فاي وايرلسلي، ونقدر نتصفح الانترنت وندخل على مواقع عديدة. أكثر طبعا مستخدمين بيعرضون الفيديو عن طريق مثلا يوتيوب، فبتقدر تتنقل من برنامج إلى آخر، من فيديو إلى كذا، ويستطيع المستخدم أنه ينزل الأفلام على نفس الكنترولر اللي بيجي معه، أو أنه يحضر الأفلام هذه عن طريق الشبكة. ما يميز هذه النظارات هي الخصوصية، يعني مجرد ما يلبسها الشخص يتميز انه يشوف هاي الشاشه هاي ديفينيشن واضحه جدا، كريستال كلير، تو دايمنشن، او ممكن يستخدم طبعا للثري دي لو بيحضر الافلام طبعا اذا كانت متوفره بالفورمات الثري دي. بيجي معها طبعا اوديو سيستم، بتحكم بالصوت عن طريق الكنترولر. وايضا طبعا اللي بيميز هذا الجهاز الخفه بالوزن، فلو كنت انت حاب او تستخدم النظارات فريكوينتلي ممكن ان تحط برضو عدسات داخل خلف النظارة نفسها. اذا لبسنا النظارات هذه ما معناتها ما بنشوف، تقدر تشوف، وبتقدر تشوف شاشة كبيرة قدامك، فطبعا هذه ميزة بتعطي المستخدم انه يشوف الافلام ويشوف المواقع بطريقة سهلة وسلسة. إذا كانت هذه النظارة الذكية من شركة إبسون واللي اسمها موفينيرو، أنا لاحظ أنكم يمكن لو ركزتوا شوية راح تلاحظون مثل هذه النظارات راح تشوفونها في الأسواق في القريب العاجل، سواء كانت للجيمز أو الاستخدامات الأخرى. الآن طبعا حابين نحن نرحب بضيف فقرتنا لليوم الأخ تميم القاسمي. شو أخبارك يا تميم؟ الحمد لله تمام، شكرا سادي. الله يسلمك، نورت البرنامج. طيب تميم، على أساس الوقت قاعد يمشي بسرعة معانا، زين احنا حابين نتكلم عن الطابعة ثلاثية الأبعاد اللي موجودة عندنا هذه. هذه طابعة ثلاثية الأبعاد تطبع المقسمات، بدل لا تكون مثل ما تعرف الطابعات تكون 2D انه يكون على الورق، هذه تطبع مقسمات. مجسمات. مقسمات، ايوه بالضبط. طيب هذه الطابعة انا لاحظت انها يعني موجودة اساسا في الأسواق، عرفت كيف؟ لكن هذه انا لاحظها يعني ما كأنها مثلا طابعة احترافية من شركة او براندد معروف يعني. ايوه، هذه الطابعة هي يسميها اوبن سورس، يعني تقدر تبني نفسها بنفسها. Open source يعني تقدر تطلب القطع وتركبها وحدك. زين خلينا نوضح بس المعلومة هذه. أي شيء لما نقول عنه مشاهدينا الأحبة، لما نقول شيء حر ومفتوح المصدر،
يعني مثلا لما نقول جهاز حر ومفتوح المصدر انه يعتمد على نفسه بنفسه، يعني انت الحين تقدر تطبع المكونات لها وتركبها فيها بروحها. طبعا كذا بالضبط. والبرنامج اللي يديرها بعد حر ومفتوح المصدر، ايوه اقدر ابرمج فيس ولا كودات خاصه حال اللي خاصه بي انا وتطبع نفس الشيء. فائده الطابعه تمام. فائده الطابعه فيها مجالات واجد، هو الاكثر الانتاج الحين هو كان في المجال التعليمي، بس الناس بدأت تتجه الى المجال الطبي. مثلا احنا اللي صنعناها اليد هي للناس المعاقين اللي ما عندهم اصابع. نعم. نقدر نستخدمها اللي ما عندهم اصابع مثل هذه. طبعا يعني هي الطابعه انت استخدمتها باستخدام الطابعه. اي هذه اليد طبعناها بالطابعه بنفس. الشخص يلبس هذه اليد اذا كان ما في اصابع. ايوه. وهي حركه ديناميكيه بدون كهرباء. وتكون موصله بالمطاط. يعني انا اللي اقدر اقول عنه ان مثلا هذه الايد تم طباعه او خلينا نقول تم صنعها من خلال الطابعه ثلاثيه الابعاد اللي قاعد نشوفها. بالضبط. اللي انت بنيتها. ايوه اللي هذه انا سويتها. اللي انت بنيتها. أيوة. واللي انت سويتها اللي انت اشتغلت عليها. طيب في امكانيه تطور هذه الطابعه من مجال مثلا حر ومفتوح المصدر انك انت تنتقل الى طابعه اعلى منها؟ هي في طابعات اعلى منها اللي هي تطبع بالباودر. بالبودر. ايوه بالباودر. هذيك في طابعات ثانيه. هذه تطبع بالبلاستيك. طيب. بس بشكل سريع، يمكن لاحظنا على الواتساب الحين في الفترة الأخيرة قاعدين يتداولون فيديو إن في طابعات مثل هذه بس تبني بيوت. هذيك الطابعات الإسمنتية. يعني حقيقية واقعية وموجودة. موجودة في الصين واقعية وفي ناس تبني عليها، حتى لو لاحظت في اليوتيوب وايد انتشرن مقاطع عنها. تميم القاسمي أنا وايد سعيد أنك أنت موجود معنا والطابع فعلا تستاهل أن الواحد يتعرف عليها أكثر، لكن طبعا الوقت يعني سرقنا هذه المرة، لكن إن شاء الله في المرات القادمة راح نتطرق إليها بشكل أكبر. ننتقل الآن للزملاء راشد وعبد. شكرا عبد الله البحراني على هذه الفقرة اللي إن شاء الله فقرة تكنولوجيا اللي راح تشاهدونها كل ثلاثة بمشيئة الله. ويبال سالم راح بهذه النظارة 100%. أيوة. إذن إذا ننتقل إلى فقرة الصحافة مع سالم الرحبي. سالم يبارك هذه النظارة جربها يعني عايدة. مساكم الله بالخير مشاهدينا، أسعد الله مساكم. ونبدأ فقرتنا فقرة صحافة وهي استعراض أبرز العناوين لصحافة الغد، صحافتنا المحلية. طبعا الوقت اليوم يسابقنا، راح نبدأ من جريدة الرؤية. مواطنون يرحبون بقرار خفض أسعار بعض الأدوية ويؤكدون الرقابة أساس التزام الصيدليات. هناك استطلاع ستنشره صحيفة الرؤية غدا حول خفض أسعار بعض الأدوية، وأكدوا أيضا أن القرار يخدم المواطن البسيط. هناك أيضا في جريدة الرؤية وكيل المالية تحوطات لانخفاض أسعار النفط في ميزانية 2015، وأكد أنه لا وقف أو تأجيل لأي مشروع والخطة الخمسية الثامنة تسير وفق المخطط. معالي الدكتور علي بن مسعود سنيدي وزير التجارة والصناعة يقوم بزيارة أو يطلع على جاهزية محطة مسقط لاستقبال الحاويات المجزأة من ميناء صحار. عنوان آخر من صحيفة الرؤية الصادرة غدا إن شاء الله، مناقشة إقامة ميادين رماية تقليدية في عدد من الولايات. ننتقل سريعا إلى صحيفة الوطن، وغدا في صحيفة الوطن ستقرؤون اللجنة الصحية والبيئية بالشورى تناقش آخر مستجدات حالات الإصابة بمرض حمى القرم. وأيضا في الثلاثاء القادم إن شاء الله مجلس البحث العلمي سيكرم 6 مشاريع بحثية طلابية. في صحيفة الزمن ستقرؤون مشاهدينا غدا تقرير يتحدث عن الوافدين المخالفين، وتعنونه صحيفة الزمن الوافدون المخالفون هواجس أمنية واقتصادية، لا سيما مع الكشف عن ضبط 227 عاملا وافدا مخالفا في مناطق الامتياز النفطية. عنوان آخر ستقرؤون إن شاء الله في صحيفة الزمن، بعد هدوء أمواج الخريف صيادو محافظة ظفار يعودون إلى بحر العرب وإنتاج وفير لأسماك السردين. وهناك عنوان آخر أيضا في صحيفة الزمن يتحدث عن دراسة عمانية يابانية حول معالجة المياه الزيتية. طبعا هذه اتفاقية وقعتها جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع مركز التعاون الياباني.
أيضا في صحيفة الزمن منتدى عمان الاقتصادي للطاقة يبحث التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز بالسلطنة، وهناك تصريح للمهندس عصام الزجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية، وأيضا عنوان آخر عن شركة أوربك من يعني يتحدث عن تدشين الشركة لمشروع تحسين وصفات صحار نهاية عام 2016. الشبيبة من عناوين صحيفة الشبيبة غدا في تصريح لأمين السجل العقاري بوزارة الأسكان، أكثر من 351 مليون ريال عماني هي قيمة العقود المتداولة خلال شهر سبتمبر الفائت. وأيضا عنوان أخير اخترنا لكم من صحيفة الشبيبة من عناوين الصحيفة الصادرة غدا، الشرطة تداهم منزل تاجر مخدرات في ولاية بركة، مداهمة طبعا مكان إقامته وضبط معه 812 قرصا من المؤثرات العقلية و759 لفافة مارجوانا. هذه أهم العناوين مشاهدينا اللي راح تطالعوها إن شاء الله في صحافة الغد. بكرة إن شاء الله عناوين جديدة، ودائما عناوين الفرح إن شاء الله تكون هي عناوينكم. وعودة إلى زميلي راشد وعايدة. إذن شكرا لك سالم على هذه العناوين الجميلة دائما، وأنت تعرفنا أول بأول بجديد الصحافة. بإمكانكم مشاهدينا متابعة كل تفاصيل هذه الصحف مع صدورها يوم الغد إن شاء الله. نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة لمختلف محطات برنامج من عمان. في حلقة اليوم قلبنا تقليب سريع لمختلف العناوين والمحطات، كانت معنا وقفة للحديث عن موضوعات متعلقة خلينا نقول إن من عمان اليوم كان تربوي، كان اقتصادي، كان تكنولوجي، تراثي، وايضا فني بحكم طبعا الفقره اللي فنية المعرض الفنية مع المعرض التشكيلي لي انا وانت عمانيات. اخيرا نشكر كل مشاهدينا على تفاعلهم الجميل والطيب عبر الهاشتاج الخاص ببرنامج من عمان. ان شاء الله راح نستعرض مختلف تغريداتكم، مختلف تعليقاتكم الطيبه والجميلة الخاصة ببرنامج من عمان. كل أسئلتكم أيضا اللي وجهتوها في مختلف المجالات، أكيد يوم الغد إن شاء الله مع تصفحنا لمختلف الموضوعات راح نستعرض هذه المجالات المختلفة. يوم الغد إن شاء الله راح تكون معنا وقفة للحديث عن مؤتمر الخليج للمياه، راح يكون معنا سعادة المهندس وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه، وتفاصيل أكثر عن هذا المورد الحيوي. صحيح. مورد المياه، إضافة طبعا إلى موضوعات أخرى وفقرات. نعم، وفقرة جديدة إن شاء الله راح تكون موجودة، يمكن ماض كانت من ضمن الفقرة والحلقة التعريفية للبرنامج، إن شاء الله راح تشوفونها في الغد. ونقول ولا ما نقول خلاص قالها فقرة الصحة إذا غدا إن شاء الله، عشان مشاهدينا يتفاعلوا معنا ويأخذوا كل الأسئلة المتعلقة بموضوع الصحة. إحنا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام برنامج من عمان. في الختام نقول اللهم إنا نسألك أن تحفظ سيدة عمان وسلطانها مولانا سلطان عمان جلالة السلطان حفظه الله ورعاه من أفنى عمره لأجلنا ولأجل عمان حتى يعود ويعود نور الباهي لعمان من جديد. اللهم احفظ عمان واحفظ جلالة السلطان. اللهم آمين. إذن في الغد إن شاء الله لقاء جديد ومحطات جديدة تأتيكم فقط من عمان. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. إلى اللقاء. ونتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يوفقنا وإياكم لكل ما فيه الخير والرفعة لعماننا الحبيبة، كما نسأله جلت قدرته أن يهيئ للبشرية جمعاء عصرا جديدا يسوده التعاون والسلام والاستقرار.